تحية للشعب السوري العظيم، تحية لهذه الانتفاضة الرائعة. باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع السويداء ندين الحرب في غزة، ندين محاربة الناس الآمنة بلقمة عيشها، ندين قطع المياه والكهرباء عن الشعب العربي في غزة، كما ندين كل الأساليب التي تمارسها الأنظمة الاستردادية ضد شعوبها بقطع المياه والمتاجرة بلقمة عيشها، كما يجري الآن في محافظة السويداء المساومة على مياه الشرب برفع صور أو بأخذ مواقف لا تمت إلى الوطنية بأي صلة. نحن مع حريات الناس، مع كرامتها، مع حقها في الحياة بأمن وسلام واطمئنان وتأمين حاجاتها الأساسية الطبيعية التي أقرتها كل القوانين الدولية والشرع الدولية في العالم، ألا وهي من حقنا أن نعيش، من حقنا أن نشرب مياه نظيفة، من حقنا أن نأكل ويكون بين أيدينا رغيف خبز نظيف. شكراً.